سير اسير. تفضلي اختي تفضلي. السلام عليكم. تفضلي يا دنيا. تفضلي يا دنيا. وي الو السلام عليكم. سمحوا لي الخوت، مهم الصوت ديالي شويه صافا با، حيت صبحت شويه عيانه اليوم. راكم عارفين كنا نهار جديد، كنا نهار شي حاجه كتخرج لنا من الشن. وليت في واحد الحاله اللي ما نقول لكمش، الصوت النفسيه ديالي اللي هي غدا كتنهار، ولا الصحه ديالي بقوه، ما بقيتش كنعس، ما بقيتش قوه التفكير. وكما كتشوفوا هاد الايام لي لايف ما حابسينش، ديك الناس ما بغاوش يديروني، باقين كيدويو ليا، باقين كيجبدوني، باقين كيحرشوا ليا ناس اخرين، باقين كيعطيو الفلوس باش وحدين اخرين ينضموا لو جروب ديالهم ويوليو ضدي. هاد الناس ما بغاوش يبعدوا مني. انا باقا كنتسنى القضاء ينصفني وياخذ لي حقي من هاد الناس، حيت صافا تري تري لوان هادشي ديالهم. هاد الناس ما بقاوش مكافينهم يطلعوا في لي لايف ولا يهضروا ولا يسبوا ولا يديروا ولا يشهروني ولا بقاو لا ولا راكم كما شفتوا ولو كيطبقوا داكشي على الواقع، كما ما قدومش داكشي اللي داز عليا، ما قادش عليهم ديك الطريقه والاغتصاب ولو فاك كي مونضروغي. زادوا عاوتاني بداكشي ديال وليداتي اللي كنتو عارفين، اللي بغاو ياخذوا ليا جديد الوليداتي بجوج. دابا الجديد اللي كاين مؤخرا هو كيطلعوا كيعيطوا ليا في الواتساب، كيعيطوا لي بابيل بريفي، واش قديتي انت مشيتي لبلجيكا وما ما خديتش حتى شي حاجه، والله ما يدير زعما القانون، والله ما يدير لك شي حاجه، والله ما يديروا لك شي حاجه. حنايا بحال اللي كيبغوا يفهموني بان راه ما غاديش ناخذ حقي، بان القضيه ديالي غادا تضمص. وجاني اخبار بان عاوتاني نيبالا كيقولوا نيبالا راه يتشد في الحبس هذه الايام، نيبالا راه غادي يتشد، الا ما تشدش تشوفي شنو زعما الناس اللي دايرين جرائم كبار ما يوقع لهم والو، ما يتعاقبوش. ونيبالا حيت كيدافع وكيهضر على كلمة الحق غادي تشد. ما بقيت فاهمة حتى شي حاجة والله. أنا باغا نعاود نهود المغرب. أنا طلعت على حساب وليداتي، لأن المدرسة ديالهم حنا عندنا في أوروبا ليكول لي أوبليغاتواغ ميم بوغ لي زونفون ماتيرنيل، دونك أنا أوبليجي كان عليا ندخل، لأن شهر وأنا مضيعاهم من المدرسة، شهر وأنا حارماهم من المدرسة. اون بلو دو سا تهديدات وديك الشيء اللي واقع، اضطريت نرجع بحالاتي خوفا على وليداتي، و اون ميم طون رجعوا لمدرستهم ويستقروا ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه. الجديد اللي كاين ابغى هادشي كامل هو ان ملي وصلت لبلجيكا لقيت الاخبار ديجا واصل، لان كنت مشيت للقنصليه البلجيكيه في المغرب، مشيت علمتهم باسكو كاين وليداتي معايا اللي تاهما حاملين الجنسيه البلجيكيه وعندهم المدرسه ديالهم، جيت اوبليجي نمشي نعلم القنصليه. دونك ملي وصلت هنا لقيت الصحافه ديجا في اخبارهم، سمعوا ليا عاودت لهم بلوز او موان شنو وقع ليا. كتبات عليا واحد الجريده البلجيكيه اللي هي من اكبر جرائد البلجيكيه، دونك لا ديغنيغ اوغ لا دي اش. عندي موعد مع جرائد اخرى غير انا، مع الفات انا راني عيانه وباقى باقي المغال ديالي ماشي هو هذاك. جا بوغ تاخدي لي شوز، قلت لهم غير نحس براسي شويه احسن، وبانني نكون كابابل نهضر ونشرح لكم لي شوز تل كيل سون اي كوم اي فو. ثم غادي ان شاء الله نتواصل معاكم. كما قلت لكم عاد بعيتوا لي، انتما لقيتوني عيانه وقلت لكم الطبيب جا وحطو جا عندي الصباح وحطو عاود رجع عندي دابا، حيت انا جو با ديبلاسي مشيت للطبيب، دونك هما اللي كيجيو لعندي للدار. الى عندك شي سؤال اخويا تقدر تطرحوه عليا. ماشي اختي، دابا شحال ديال الوقت باش مشيتي لبلجيكا؟ دابا انت على قناه الدار، قولي لنا انت مشيتي. انا اخويا جيت لبلجيكا دابا واحد دي جوغ، رجعت بحالاتي باسكو كان خصني اوبليجي نرجع للمدرسه، ما بغيتش ما كنتش باغي ندخل لهم شهر ثاني باسكو سا فيغ بوكو. كيما قلت لك اخويا حنا المدرسه عندنا اوبليغاتواغ، الدراري خصهم اوبليجي. سيرتو انا كنت صيفط لهم ورقه بان عندي مشكل
وديك شي في المغرب. مي في الاخر ملي كنت كنمشي ندخل عند السيده الوكيله الملك ولا كنمشي ندخل عند الوليد كنقول لي اش باقا كديري هنا؟ سيري بحالك دخلي وليداتك للمدرسه، سيري ما تكون شي حاجه راه حنا غنتواصلوا مع المحامي ديالك. وغادي ان شاء الله نقولوا لك كاينه شي جلسه. وانتي اختي امتى تقدري ترجعي ولا كاين شي وقت ترجعي فيه ولا لا؟ ما وي بيان سور ان فوا غيتصلوا بيا وغتكون تحددت الجلسه وغيكون الحضور ديالي خصو يكون اجباري ضروري غادي نعود. ما غاداش سي با باسكو انا راني رجعت بحالتي كي صافي راني نسيت القضيه. نو القضيه ديالي عمرني ما غنساها وعمرني ما غنتنازل عليها. تحياتي، شكرا. شكرا لكم اخويا، شكرا لكم، شكرا بزاف. بالنسبه لواحد الجريده اللي كتبت عليا اللي هي كنظن جريده جزائريه، انا كنتبرا من ديك الجريده. عمرهم تواصلوا معايا، عمرهم هضروا معايا، عمر كان بيني وبينهم شي اتصال. شافوا ديك المقال اللي تكتب في الجريده البلجيكيه، داروا له كوبي كولي وحطوه عندهم وقالوا بان الجريده البلجيكيه. انا بغيت نعرف هاد الناس، انا اليوم كنت دايره غادي نمشي نرفع عليهم دعوه، مي مالوغوزمون كيما قلت لك راك شتيني راني عيانه وما ساليتش. غادي نمشي نرفع عليهم دعوه حيت ما عندهمش الحق يكتبوا على واحد الانسانه اللي ما خداوش منها لاكور. و اون بليس دو سا راني هضرت مع الجورنال بلجيكي وعاود لهم وغادي يدقوا في هذا الامر هذا، حيت كيفاش نتوما تجيو تهضروا على وحده اللي هي مغربيه وتهضروا عليها عندكم في الجريده ديالكم وما خديتوش الاذن ديالها؟ دونك انا غادي نتابعكم قضائيا، أنقاد أن نتابع هذه الجريدة اللي سي بيرمي دو ديكريغ هكاك سوغ اون بيغسون سون دوموندي لوتوريزاسيون، دونك سي با نورمال. كيما قلت لكم أخويا أنا مشيت هذا الشيء ما عجبنيش الحال، حيت أنا شوف أنا مغربية وحاملة الجنسية البلجيكية، وليداتي كيبقاو حنا أوني كونتي كوم دي سيتويان بلج. دونك بلجيكا الا هضرات علينا اوكي يا با بروبليم، لان بغاو يعرفوا ديك الوليدات علاش ما دخلوش المدرسه، علاش ديك الوليدات تاخروا في المغرب. وانا كنت ديجا مصيفطه للمدرسه ورقه مع عند المحامي وورقه ديال القضاء وديك الشيء، دونك هما بغاو يعرفوا عندهم الحق حيت انا عايشه في هذه البلاد، انا عايشه في هذه البلاد، وليداتي كيقراو في هذه البلاد، ساكنه في هذه البلاد. مي باش تجي واحد الجريده ديال واحد البلاد اللي ما عندي معاهم لا صله لا قرابه لا حتى شي حاجه وتكتب عليا، جو سوي با داكور. جاهز. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.